أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لكم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَكَ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْكَ صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنكم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اختزلتموهم وما يعبدون إلا الله ومكواه إلى الكهف وينشر لكم ربكم من رحمتك ويكيل لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بسيط زراديه بالوسيد لو طلقت عليهم لبليت منهم فرارا ولم ملقت منهم رهبا وكذلك بعثناكم ليتساءلوا بينكم قال قائل منكم كم لبثتم؟
قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم ببريقكم فبعثوا أحدكم ببريقكم خزه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتيكم برزق منه فليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنكم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أخسرنا عليهم لتعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا أبنوا عليهم بنيانا ربكم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة ربيهم قلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبكم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل أفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منكم أحدا. ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطق من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يخلؤون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبراك متكئين فيها على الأرائك نقم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لي صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبديل حظه أبدا. قال ما أظن أن تبيد حظه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك الرجل لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أن أكل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليك حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا. أو يصبح ماؤك غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فيقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لكم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما مزروخ ورياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نيسر الجبال وترى الأرض بازيرة وحشرناكم فلم نقدر منكم أقدام. أريد على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحصاها وبجدوا ما عملوا خديرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق من أمر ربه فتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عدودا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لكم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون نارا فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن لناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلى أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدخلوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأخرد عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو رحمة لو يؤاخذوكم بما كسبوا لجعل لكم العذاب
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناكم لما ظلموا وجعلنا لمهلكيهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أريت إذ أرينا إلى السفرات فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصاصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعوك على أن نعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحبط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أكسي لك أمرا. قال فإني تبختني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقاتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
قال إن سألتك عن شيء بعدك فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أكل قرية استطعما أكلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريدون أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. أما سفينة فكانت لي مساكين ليعلمون في البحر فأردت أن أعيبك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. سأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستفرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليك منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين خمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل له من دونهما سترا. كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين سدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.
قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خراجا على أن نجعل بيننا وبينكم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير وأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخ حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه كترا فما أستطاعوا أن يظهروه وما أستطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من رب فإذا جاء وقت ربي جعله دكا فكان وقت ربي حقا. وتركنا بعضكم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناكم جمعا. وأردنا جهنم يومئذ للكافرين أردا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسله هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها إبلا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَّ كَلِمَةُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وقولا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.